مرحبا أصدقائي، اليوم لدينا مغامرة ممتعة، قصة جديدة من قصص توينكل. عنوان قصتنا اليوم كنوز في الحديقة. هل أنتم متحمسون لتعرفوا ما هي هذه الكنوز؟ إذن هيا اقرأوا معي. كان الطقس مشمسا ورائعا ذات صباح عندما أدرك جمال أنه فقد الدبدوب المفضل لديه. لقد بحث عنه تحت السرير وخلف الأريكة، بحث عنه في غرفة أخته وفي كل أدراج خزانته. لقد أخرج كل ألعابه من صندوق الألعاب، حتى أنه بحث في غسالة الملابس، لكنه لم يجد الدبدوب. شعر جمال بالحزن، وعندما طلبت منه أخته هالة أن يلعب معها، هز رأسه رافضاً. كان يشعر بالحزن الشديد لدرجة أنه لا يستطيع المشاركة في اللعب. وفجأة خطرت لأخته فكرة رائعة. قالت هالة وهي تبتسم: يمكننا البحث عن الدبدوب في الحديقة. لم يبحث جمال في الحديقة بعد، لذلك تبعها إلى الخارج. ربما يجد دميته في مكان ما في الحديقة. في البداية بحثا عن الدبدوب في أعماق البحر تحيط بهم حوريات البحر والأسماك المتلألئة. أعطت حورية البحر ذات الذيل الوردي والزعانف المتموجة بعض الأصداف البراقة لجمال، فوضع الأصداف في حقيبة أخته. أصدقائي، هل ذهب جمال وهالة فعلاً إلى أعماق البحر؟ بحث جمال وهالة تحت كل حجر، ولكنهما لم يجدا الدبدوب. بعد ذلك تسلل الطفلان بشجاعة إلى سفينة قرصان كبيرة، واختبأ جمال وأخته خلف صندوق الكنز حتى لا يراهما القرصان الذي كان يصرخ بصوت عالٍ. أخذ جمال بعض العملات الذهبية اللامعة من الصندوق ووضعها في حقيبة هالة. كان على جمال أن يغطي فمه حتى لا يسمع القرصان ضحكه، لكنهما لم يتمكنا من العثور على دبدوب جمال. فكروا معي أصدقائي، هل كان هناك قرصان فعلا؟ بعد ذلك صعدا على متن صاروخ إلى الفضاء. نجح الطفلان في تفادي الكائنات الفضائية الغريبة بين الكواكب العملاقة. عندما هبطا على سطح القمر خرجا من الصاروخ. أرت هالة بعض الأحجار الفضائية المتلألئة لأخيها جمال، ثم وضعتها في حقيبتها، لكن دبدوب جمال لم يكن هناك أيضا. هل هذا معقول؟ هل سافر جمال وهالة في صاروخ فعلاً؟ بعد ذلك مباشرة لمحا تنيناً ضخماً مسترخياً على شجرة خضراء عالية. قال التنين وهو يعض بأسنانه الحادة: مرحباً، هل ستنضمان إلي لشرب الشاي؟ جلسا وتناولا بعض الشاي اللذيذ مع التنين، ثم أعطى التنين جمال بعضاً من حراشفه الحمراء الخشنة. ابتسم جمال وشكره، لكن التنين لم يرى الدبدوب أيضاً. أنا لا أتخيل أن أرى تنيناً في حديقة منزلي، سأجري هاربة خائفة. هيا نستكمل القصة. ثم وجد جمال وهالة نفسيهما في غابة مظلمة وكثيفة الأشجار، وكان هناك ساحر ذو لحية طويلة جداً يجلس على صخرة. مرحباً، هل تحبان أن تتعلما بعض الحيل السحرية؟ شعر جمال بالحماس وهز رأسه موافقاً. أعطى الساحر كل واحد منهما عصاً متلألئة وعلمهما بعض أنواع الحيل السحرية المذهلة. قضى جمال وقتاً ممتعاً حتى أنه نسي أن يسأل الساحر إذا رأى الدبدوب.
كم أود أن أتعلم أنا أيضاً بعض الحيل السحرية الممتعة. أخيراً سمعا موسيقاً رائعة في غابة مسحورة، ووجدا بعض من حارسات الزهور يرقصن بين الزهور. رقص جمال وهالة مع الحارسات اللواتي كن يرتدين بتلات الزهور الناعمة وثمر البلوط كقبعات. كانت كبيرة الحارسات معجبة برقصهما، حتى أنها وضعت تيجان فضية براقة على رأسيهما. بعد أن شعرا بالتعب جلسا في وسط الحديقة وأخرجا كل الكنوز من حقيبة هالة لفحصها. هيا عددوا معي أصدقائي ماذا جمع جمال وهالة في هذه الرحلة. لقد جمعا صدفة من حورية البحر، عملة معدنية من سفينة القرصان، صخور فضائية من القمر، حراشف من التنين، عصي سحرية من الساحر، وتيجان من حارسات الزهور. قالت هالة: هل تريد الذهاب إلى الداخل لنعرف ما إذا كانت أمي قد وجدت الدبدوب؟ تذكر جمال أنه كان يبحث عن الدبدوب طوال الوقت. لقد قضى وقتاً ممتعاً، حتى أنه نسي كم كان حزيناً في الصباح. قال جمال بسعادة: يمكننا أن نسأل أمنا عن الدبدوب لاحقاً، أنا مستمتع باللعب معك في الحديقة الآن. وانظروا أصدقائي ماذا وجدت أم جمال. لقد وجدت الدبدوب أخيراً. أين كان هذا الدبدوب؟ ماذا تعتقدون؟ هل كان مختبئاً يا ترى؟ أم كان يلعب أيضاً في الحديقة؟ هل أعجبتكم القصة أصدقائي؟ شكراً لكم على استماعكم، ولا تنسوا تحميل الأنشطة من على موقع توينكل، وإلى أن نلتقي في المرة القادمة إن شاء الله.